اليوم بسم الله الرحمن الرحيم عندي كبسة لحم حمراء، كبسة الأولين نوعا ما، وعندي جريش أحمر باللحم. طبعا هي طلبية خاصة للأمانة، أنا كنت أبغى أسوي شيء ثاني فلا يصفق أنا، بس واحد قال لي يا أخي متابعين تحداك سولف وحرك يديك. يلا اليوم عندي لا يا ابن الحلال فكني. بسم الله مقاديرنا لحم بصل طماط بصل فلفل، هذه بهاراتنا، بهارات مشكلة، ليمون أسود، فلفل حار، ملح. هذا للكبسة اللحم. يجي عند الجريش منقوع ساعة وزيادة، لحم ناقعة بملح ليمون. أصبر، رجعت حاليا عادتها القديمة، ناقعة بموية وسمن، لحم مقطع مكعبات، صلصة، كزبرة، كمون، قرفة بس ما أحط شيء ثاني، وطماط مضروب بالخلاط. بسم الله نبدأ. مشينا على القز. يلا أول شيء بالنسبة أنا لكبستي اللي أنا أحب اليوم بتفلسف فيها شوي عشان أعطيها طعم، هذا اللحم بدون زيت بدون أي شيء، أبا أصدم اللحم على قولتهم، ساعاتهم مني أصدم الرز الحين، يلا بنصدم اللحم، أعطيه صدمة. ليش؟ أبي زفرة، مو بزفرة، زيت الشحم. شلونكم؟ قل بس هذه ليش؟ لا خليني أعلمهم لكم. هذا نكهة اللحم أبي أطلعها قبل أحط البصل قبل أي شيء. بس خلينا نحمسها. احفظوا التكتيك هذا، هذا المطلوب. ها شفت الحين؟ هذا المطلوب. أرجع على ورا شوي. أبي الحمسة لي قبل البصل وقبل أي شيء. إن شاء الله الصوت واضح. تقمر اللحم. ناخذ البصل الحين. تسلم. طماط. إصرار حايل. وعبد الله كثر خيره. ليمون اسود. بهارات مشكلة. بس خلصنا كذا. قلب، صب الموية. ما بقى شيء. قلبها، صب الموية. وخلها لين تستوي الحمص. والله في ريحة هنا. عطني موية. لحظة لا ما في أحد عطني، أنا اللي بعطي نفسي. شفتوا هذا اللي في، هذا لازم يطلع، هذا لازم يطلع علشان ما يروح الطعم كله. يلا على فكرة المتعة. امس انا عرفت ليش الغلقة اللي فيني يا مشعل يا اخي، تدريني ما طبخت من زمان. بسم الله خلاص، صب المويه، خليها لين تستوي وغطيه، ونجي لكم على الجريش الحين. جريشنا عندنا لحم مقطع مكعبات، حمينا الزيت او سمن. اول شيء انا احب احمس اللحم، دائما اللحم احمسه. بسم الله حمصناها حمصة بسيطة. حط البصل كله، وزي ما في القدر الكهربائي هذا، حط لنا بصل، حط الطماط، حط الصلصة، ممتاز. وعطني موية الموية، طماط مضروب، كمون، كزبرة، قرفة، واخلط. اعطيها بس 3-4 دقائق تتسبك، عبي الموية واكتم عليه. بس في اسهل من كذا؟ ما في.
شايفين كيف تسبكت الدنيا مع بعض. صب مويه الحين، غطي اللحم وزياده شوي بسيط، اشوف كذا بسيط. بس اكتمه واعطيه خيار لحم، بعدين ارجع افكه واكب الجريش عليه. لحمتنا جاهزه القدر، ما شاء الله تبارك الله، بسم الله. الحين املح، احط الملح وهذا عشان الحبايب. وهنا اللي خمرته بالمويه والسمن، لا تكب بالمويه، صبها مع الجريش، تخلي شيء. الافضل ما تسكر القدر الضاغط، سواء ضاغط عادي او كهربائي، ما تسكره لين على قولتهم تبقبق المويه. اوه طقينا جو، لين تبقبق المويه. خلنا نشوف المويه، الامور في السليم، خلها لين تغلي وتبقبق على قولتهم وارجع لها. هذا القدر ما عملناه حساب، جاء على الطاير كذا، جاء طلبيه كذا، قالوا في ناس ما تاكل لحم، كنا بشروا حاضرين دجاج على الطاير. اللي هنا صار وشو؟ بصل، فلفل رومي، بهارات بيضة، شوية سمن بس، وقلبها مع بعض، خلها تتعرق، صب عليها الموية واكبس عليها الرز. أحلى مضغوط في المخ، هذا اللي ما عملناه الأحساس. الحين هذا هو بقبق على قولتهم، تسكره واضغطه 40 دقيقة وموره طيبة. بنكتمه، يطلع صوت ما يطلع صوت مشكلته دي، عليكم بتفاهم معه واجيكم. بسم الله، جريشنا نقدر نقول جاهز 98%، باقي 2% حقت هذه بس تقولي بها كذا. بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن. الحين طال عمرك، شوف شوف شوف، اول شيء اضربه، اذا صار جريشك مويته واجده حسيت انه موسى، لان قدر الضغط ما تقدر تشوف تفك، فزي كذا ويعتبر رخو، خله مكشوف وولع القدر وخلها تتبخر المويه. بسم الله يا حار، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بس خلاص كذا مره طيبه. ابى اضربه واخليه مكشوف، خليه مكشوف لين يثقل، خلاص يثقل على الثقل اللي انا ابغاه، مو زي القدر العادي. القدر العادي تقدر تشوف، تزود المويه، تنقص المويه، هذا ضغط، كتمه واحده وانتهي الموضوع. فشبه جاهز، خليه في ما نكب الرز ويستوي الرز، قد ثقل على الثقل اللي احنا نبيه. حمتنا جاهزه، طلعناها خليناها على القدر، نار هاديه عشان تحتر ما تبرد. نكبس الحين رزنا، بسم الله. بس رزك الحين طال عمرك واسع، خليه يشرب المويه. رز يبي له نار، نار عاليه عشان تطلع الحبه طويله وممسوسه، نار لازم يطلع اللي تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل تحت، يعني يصير حفله هنا في القدر. هذا اللي جاء الطاير، نكب رزها الحين. ينكبش هذا مضغوط عادي ابيض بدون اي حركات، ما يبغى لك، بس قلنا نوريكم اي شيء على الطاير، اي شيء ما نخليكم حبايبنا، انتم لازم نوريكم كل شيء. بسم الله، جريشنا جاهز، تعال اوريكم الكلام اللي قلته في البدايه انا عشان يثقل. ها خلاص، شايف كيف الحين؟ هذا قوام الجريش المضبوط، نصبه قدامكم صبه الحين. اصبر 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 اصبر، انا بس ها لا اجي، اصبر انت، ها اصبر انت، خلني اضربه وارجع لك. بسم الله، ما شاء الله عليهم بالعافيه. بس 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 انت لم تر جاهز، حبه سمن نقصره واللي بعده. مضغوطنا الثاني او طبقنا الثاني جاهز، بسم الله. ما شاء
شاء الله تبارك الرحمن. ها تسويها؟ ها؟ اصبر. اول شيء طال عمرك نشيل الدجاج. حط الدجاج تحت ادهنه. اعطيك واحده الحين، تبي واحده انت مشعل؟ يلا. ادري ايش تبي. ها؟ هذا اللي قال لك رطب. هذا وين اللي ما عنده ضروس؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا يلا اللي بعده اللي بعده. وجاهز الكبسه بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء يا طويل العمر دائما وخر الفلفل علشان طال عمرك ما ينفر يتفرغص. وخر الحبحر وليس الفلفل. وخر الحبحر. سلم. عشان نوزن على ثنتين ثنتين. وراني انا بص صغيرة. هاخذ الكبيرة مرة واحدة. بسم الله. حركنا جاهزة. ما شاء الله تبارك الله. حار بعد نرتبها الحين وارجع لكم. اخر شيء تعطيها لمسه حنان. هذه واحد بس اللي قطع الكزبرة الله يجزاه خير ما فرمها زين. بس يلا يلا ما يخاف. واحلى كبسه ما نقدر نذوقها لان حقت ناس. فتصبحون على خير، وعدنا يوم الاحد ان شاء الله في امان الله.